الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ضربات انتقامية خطيرة باستخدام طائرات المسيرة الإيرانية في الساعات القليلة الماضية على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى عدد من المناطق والمدن الموجودة طبعا في أوكرانيا. بداية هذا الأمر كان بهذا الشكل من الإنذار المبكر الذي جاء لجميع هذه المدن بأنها ستتعرض إلى ضربات بالطائرات المسيرة الإيرانية وتحديدا من طائرات شاهد 136 المفخخة. وفعلا القصة وهذه الانذارات لم تكذب خبرا أبدا، وجاءت هذه الضربات بهذا الشكل في عمق العاصمة الأوكرانية كييف، كذلك على طول نهر الدنيبر وتحديدا في مدينة دنيبرو كما ترون هذه الانفجارات التي طبعا ظهرت بهذا الشكل. وطبعا بالنسبة لعمدة كييف ألا وهو فيتالي كليتشكو، هذا الرجل كان قد أكد بأن هنالك انفجارين على الأقل كبيرة قد ضربت هذه العاصمة الأوكرانية كييف، ووزارة الدفاع الأوكرانية أكدت التفاصيل تماما بأن كان هنالك 15 طائرة مسيرة مفخخة هي التي قامت بهذه الهجمات التي نتحدث عنها الآن، 12 طائرة من الطائرات التي تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاطها هي كانت من طائرات شاهد 136 المفخخة. لاحظ التاريخ 27 من مارس أي يوم أمس، كانت في الساعات الأخيرة طبعا من يوم أمس، وطائرتين من الطائرات هي التي تمكنت من تفادي الدفاعات الأوكرانية وتحقيق الضربات التي رأيناها في هذا المقطع المصور. طبعا هذه الهجمات هي جاءت بعد ساعات فقط من إعلان غريب وكبير في نفس الوقت، وهو عملية اغتيال تعرض لها أحد أهم القيادات في الجيش الروسي ألا وهو ديمتري لستيسكي الذي ترونه أمامكم. هذا الرجل أساسا جاءت فجأة الأوساط الأوكرانية كما تلاحظون أيضا في 27 من مارس، بل حتى في 26 من مارس الأوساط الروسية بدأت تتحدث بأن هذا القائد الروسي قد تعرض لعملية اغتيال أو أنه قتل أثناء المعارك في الداخل الأوكراني. الكثير من الأخبار والكثير من التأكيدات، وهذا الرجل له ذكريات كبيرة مع الأوكرانيين، فاغتياله هو لا تعتبر قصة عادية أبدا. فهذا الرجل ذكراه تعود إلى عام 2014 مع الأوكرانيين عندما اندلعت ثورة في الداخل الأوكراني، أو كما يطلقون عليها الروس ومن يوالون روسيا في القصة الروسية بأنه كان عبارة عن انقلاب في نهاية المطاف أدى إلى تشكيل حكومة جديدة ونظام جديد هو يميل طبعا إلى الغرب بشكل مباشر. جاءت روسيا وذهبت إلى طبعا شبه جزيرة القرم كما هو معروف، فقامت بعملية استفتاء وأصبحت شبه جزيرة القرم هي جزءا من الأراضي الروسية من وجهة النظر الروسية. هذا الرجل ديمتري ليستيسكي كان يخوض معاركا في دانييتسك تحديدا على منطقة ومدينة يطلق عليها إيلوفايسك، هي تأتي إلى شرق دانييتسك، كان يقود القوات المختصة في عملية السيطرة على تلك المدينة تحديدا التي يتذكرها الأوكرانيين جيدا. دعونا نقترب من هذه المدينة لكي نلقي نظرة لكي نفهم لماذا هذا الرجل هو يعتبر قصة مهمة بالنسبة للأوكرانيين وحتى الروس. هذه هي دانييتسك، وإلى شرقها سنقترب هنا من إيلوفايسك التي ترونها التي عانى فيها الأوكرانيين طبعا من هذا القائد تحديدا. فهذا القائد تمكن من عملية محاصرة المدينة بأكملها والإطباق عليها تماما، والقوات الروسية بقيت في داخل هذه المدينة وهي تقاتل بكل قدراتها بكل ما تمتلك من إمكانيات، ولكنها لن تتمكن من النجاح في عملية الدفاع عن هذه المدينة. وطبعا تمكن هذا القائد من قيادة القوات الروسية في السيطرة طبعا بنجاح على هذه المدينة، ووقعت خسائر كبيرة بين الجنود الأوكرانيين. وطبعا بسبب هذا الأمر هذا الرجل ديمتري ليستيسكي تحصل على لقب مهم جدا، وتحصل على النجمة الذهبية التي ترونها هنا، واعتبر أحد أبطال الاتحاد الروسي بسبب هذه المعركة تحديدا. وبالتالي أن تأتي الأخبار بعد 9 سنوات من عام 2014 أن يتمكن الأوكرانيين من عملية اغتياله هي قصة كبيرة، قصة مؤثرة على المستوى المعنوي للأوكرانيين وحتى على المستوى المعنوي بالنسبة
للروس. وطبعا بعد هذه الأنباء جاءت هذه الضربات بالطائرات المسيرة، وقد نرى المزيد من هذه العمليات من قبل الروس ردا على هذه العملية التي جاءت بهذه الطريقة. المثير أيضا أن الضربات التي جاءت بالطائرات المسيرة من قبل روسيا على أوكرانيا هي تأتي بعد 48 ساعة فقط من تقرير قد صدر من وزارة الدفاع البريطانية كما تلاحظون. وقد تحدثت وزارة الدفاع البريطانية أنها لاحظت في فبراير تحديدا كما تلاحظون من عام 2023 الطائرات المسيرة تقريبا من طائرات الشاهد 136 الإيرانية لم تظهر أبدا في المعارك، لم تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني، ولكن فجأة ظهرت في مارس 71 هجوما أو 71 طائرة مسيرة قد استخدمت طبعا في الهجمات على الداخل الأوكراني. وبالتالي هم وجدوا بأن من فبراير إلى بداية مارس كانت روسيا تستقبل شحنات من طائرات شاهد 136، لهذا هي بدأت بالظهور بهذا الشكل. وطبعا الحديث الأكبر بالنسبة لوزارة الدفاع البريطانية تحدثت بأن هذا يعني أنه هنالك المزيد من الهجمات، وبأن هنالك نقطتين ستستخدمها روسيا في عملية الهجوم واستخدام الطائرات المسيرة بشكل مكثف وبشكل أكبر، وهذه النقاط هي بريانسك هنا في الداخل الروسي طبعا، وكذلك كراسنادور كري، وهذا لسبب مهم للغاية لكي تغطي هذه الطائرات المسيرة مسافات أبعد وأوسع وتشكل تحديات أكبر وتحدي أكبر على الدفاعات الأوكرانية، بل تقلل أيضا من وقت الطيران أو توقيت الطيران أو الوقت الذي تحتاجه الطائرة المسيرة للتحليق للوصول إلى هدفها، وتربك طبعا المنظومات الدفاعية. وفعلا الهجوم الذي نتحدث عنه في الساعات الأخيرة من ليلة يوم أمس هو جاء طبعا بهذا الشكل. لاحظ المناطق هي قريبة من بريانسك طبعا، واضح جدا أن هذه المنطقة قد استخدمت كما تحدثت وزارة الدفاع طبعا البريطانية قبل أساسا أن يحدث هذا الهجوم. وأيضا لاحظ أيضا في المنطقة القادمة بهذا الاتجاه الجنوبي أو الجنوبي الشرقي من أوكرانيا. وطبعا بالنسبة للأوكرانيين لا زالوا مستمرين في إرسال التقارير أو تصوير التقارير المرتبطة بالطائرات المسيرة الإيرانية ليثبتوا فعلا للجميع بأن إيران رغم نفيها لهذه القضية إلا أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا هي طائرات إيرانية. هذا أحدث مقطع فيديو صوره الأوكرانيين، أظهروا فيه طائرة شاهد 136 المفخخة وطائرة شاهد 131 كذلك، صوروا بهذا الشكل القطع الخاصة بطائرة شاهد 136 التي ترونها، وكذلك أوضحوا طائرة وأظهروا طائرة مهاجر 6 الإيرانية المعروفة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأصبحت معروفة أيضا بالنسبة للروس والأوكرانيين، بل إنهم أظهروا قطعا من داخل مهاجر 6 توضح فيها وتوضح فيها بأن هنالك عبارات باللغة الفارسية موجودة في هذه القطع، مثل هذه القطعة التي يظهرها هذا الخبير الأوكراني قادمة من مهاجر 6 الطائرة المسيرة. هذه لقطة أوضح للكلمة الموجودة هنا أو العبارات المستخدمة باللغة الفارسية كما هو واضح بشكل دقيق. وأيضا تحدثوا بأن العبارات الموجودة باللغة الإنجليزية أساسا على هذه الطائرات، تحدثوا بأن خبراء باللغة الإنجليزية وجدوا أن العبارات بالإنجليزية الموجودة فيها مشكلة في القواعد، أن هنالك grammatical errors، هنالك أخطاء قواعدية. وهذا يوضح طبعا عندما تجمع هذه القصة مع تاريخ أيضا هذا الصاروخ الذي هو تحمله طبعا طائرة مهاجر 6، تلاحظ التاريخ بأنه في مايو عام 2022 العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني بدأت في 24 من فبراير من عام 2022 أي العام الماضي، وهذا يعني بعد أقل من 3 أشهر تقريبا الإيرانيين بدأوا يصنعون هذه الطائرات المسيرة وهذه الصواريخ بسرعة، قاموا بصبغها، قاموا بكتابة كل شيء بسرعة كبيرة للغاية، احتاجوا وقتا لإرسالها لروسيا لتدريب الروس على استخدامها، وبالتالي كانت هنالك أخطاء في بعض العبارات مع التمويه عن طبيعتها، ولكن تقنيا هي كلها قطع مرتبطة بإيران بشكل مستمر. وطبعا هذا يعني ببساطة بأن الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات التي فرضتها على إيران مرارا وتكرارا لتمنعها من إرسال طائرات مسيرة مثل طائرات شاهد 136 أو مهاجر 6 إلى روسيا، هذه العقوبات لم تجدي نفعا، والطائرات لا زالت تجد طريقها لروسيا لنجدها طبعا تضرب
أوكرانيا، وبسبب هذا الأمر هنالك انتقادات كبيرة يتعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب سياساته في الشرق الأوسط تجاه إيران، وهذه إحداها من النيويورك تايمز كما تلاحظون في 24 ساعة الماضية انتقدوه في مسألة هجوم بطائرة مسيرة إيرانية أيضا ولكن كانت في الشرق الأوسط، أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي الأسبوع الماضي وتسببت في مشكلة كبيرة طبعا في الشرق الأوسط كما شهدنا الأسبوع الماضي. طبعا الضربة التي قامت بها الفصائل المسلحة هي كانت في مطار ميلان الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية، استخدمت فيها طائرة قاصف واحد التي ترونها، وهذا الأمر أدى إلى مقتل أحد المتعاقدين الأمريكيين. هناك جرح متعاقد آخر، جرح 5 جنود أمريكيين. ردوا الأمريكيين بسرعة على هذا الأمر، وأدى هذا الأمر طبعا بالرد على دير الزور إلى مقتل أكثر من 20 عنصرا من الفصائل المسلحة المقربة من إيران. عادت هذه الفصائل وردت على القوات الأمريكية. في ذلك الحين لم تكن هنالك أي أنباء عن عملية إصابات أو قتلى بين الجنود الأمريكيين، ولكن النيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين من المقال الذي رأيناه قالت ببساطة إن كان من ردة الفعل من الفصائل المسلحة بثلاثة هجمات منفصلة على الهجوم الذي جاء ضدهم في دير الزور جرح جندي أمريكي واحد، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تجهز لهجوم آخر صدق أو لا تصدق على الفصائل المسلحة ردا على هذا الهجوم الذي أيضا كان جزءا منه 3 طائرات مسيرة من قاصف التي نتحدث عنها قاصف واحد، ولكن فجأة جاء البيت الأبيض وطلب إيقاف هذه العملية من الجيش الأمريكي وقالوا لهم توقفوا، كان من المفترض لهذا الهجوم أن يحدث الجمعة الماضية. قال البيت الأبيض أوقفوا هذه العملية، وطبعا البيت الأبيض وجد وبرر هذا الأمر بأننا لا نريد أن نصعد مع الفصائل ومع إيران، وبأننا في حقيقة الأمر نريد التركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، لا نريد تصعيد الأمور إلى أكبر مما يمكن أن تصل إليه. وطبعا هذا هو ما جعل خبراء مهمين للغاية بل مسؤولين سابقين مثل مايكل مالوري الذي ترونه هنا، هذا الرجل هو كان مسؤول السياسات في الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سابقا، تحدث إلى نيويورك تايمز وقال عندما تريد أن تضرب فاضرب بقوة، ووجد بأن القوة لم تكن كافية هنا بل كان فيها ضعف من الإدارة الأمريكية، مما جاء هنا وقال بأنها ليست فعالة أبدا ما فعله بايدن هنا في سوريا، وإن كان قد قتل أكثر من 20 عنصرا من هذه الفصائل المسلحة، واستشهد بما قام به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما تعرض أيضا مقاول أمريكي أو متعاقد أمريكي في حقيقة الأمر في العراق قتل، وترامب لم يكذب خبرا وأنهى الأمور بعملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد في الحادثة الشهيرة في عام 2020. وطبعا إلى هنا توقفت الأمور، واستخدم في حينها الAUMF Authorization for Use of Military Force وهو تفويض استخدام القوة الذي استخدمه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في غزو العراق في عام 2003، ونحن نقترب من هذه الذكرى طبعا من 9 أبريل القادم. استخدم هذا القانون من وجهة نظر الولايات المتحدة، هذا أمر قانوني، من وجهة نظر العراق طبعا هو أمر فيه خرق للسيادة خطير، ولكنه عندما اتخذ هذا القرار بحسب مايكل مالوري كان قرارا صائبا قويا، ردة فعل قوية كبيرة جاءت على إيران بحيث أن الفصائل المسلحة وإيران شعرت بالخوف من هذا الرجل. يجب علينا أن ننتبه تماما عندما نرد على هذا الرجل، لديه ردود خطيرة للغاية، وتوقف كل شيء ولم تتمكن الفصائل أو حتى إيران أن تحقق شيئا في تلك الفترة بحسب هذا الأمر. وبالتالي مايكل مالوري وجد أن هنالك أخطاء كبيرة قد ارتكبت من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في هذه الضربات، بل إن أيضا ما هو مثير الآن إن في مجلس الشيوخ الأمريكي هنالك تطور كبير قد جرى يوم أمس، تم التصويت بالأغلبية بأكثر من 60 صوتا، هنالك 100 نائب في مجلس الشيوخ الأمريكي، أكثر من 60 صوتا لإلغاء هذا القرار الذي استخدم في غزو العراق والذي استخدمه دونالد ترامب في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وفعلا تمت الموافقة على تشريع إنهاء
هذا القرار، بالتالي لازلنا أمام جلسة قادمة أخرى لإنهاء هذا القرار. ولكن المعترضين على هذا القرار أغلبهم هم من الحزب الجمهوري الأمريكي، لم يعترضوا على مسألة هذا القرار تحديدا وإلغائه، ولكنهم اعترضوا لأن ليس هنالك بديلا موجودا لهذا القرار، لأنهم يعتقدون بأن يجب أن يكون هنالك بديلا بيد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في حالة إن الفصائل المسلحة على سبيل المثال في العراق قررت مهاجمة القوات الأمريكية، لن يمتلك بيده ولن يكون بيده أي شيء إن ألغي هذا القرار فعلا، ليس هنالك أي شيء بيده في مسألة للرد على هذه الفصائل المسلحة من وجهة نظر الحزب الجمهوري، لأن مثل هذه المسائل هي يجب أن تكون قادمة من الكونغرس الأمريكي وأن لا تكون قرارا انفراديا من الرئيس الأمريكي. وبالتالي هم يجدون أن إلغاء هذا القرار من دون أي بديل هي رسالة ضعف إلى إيران، تفضل يا إيران واستهدفينا كما تريدين. والمشكلة أن حتى هم بدأوا يجدون بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن رغم كل التساهل مع إيران إلا أن لا ليست هنالك أي عودة للاتفاق النووي أبدا، وبأن شخصيات مثل ميخائيل أوليانوف وهو مندوب روسيا الدائم طبعا للمنظمات الدولية، هذا الرجل كان قد تحدث ببساطة اليوم حقيقة في 24 ساعة الماضية أيضا، كان قد قال بأن الطريق للعودة للمفاوضات والمباحثات للعودة للاتفاقية النووية مغلق تماما، والغرب لا يبدو بأنه يريد للعودة للاتفاقية النووية. وإذا ما فكرنا في هذه المسألة قليلا فإن روسيا ليس من مصلحتها أن تذهب إيران وتعود للاتفاق النووي، لأن العودة للاتفاق النووي سيشكل انتصارا كبيرا لبايدن طبعا على المستوى السياسي، قد يكون حتى أكبر من إيران نفسها، لأنه سيثبت للعالم بأنني انتصرت بسياستي وبأنكم لم تكونوا محقين في انتقادي، وأيضا بأن إيران لن تكون ضاغطة في هذه المنطقة وستنصاع إلى الكثير من الأمور، وبالتالي لنبقي إيران معنا، لنبقيها محاصرة، لنبقيها في عملية التجارة الخاصة بنا، ونريد تعدد القطبية. وخاصة الآن هناك تطورات كبيرة مقبلة عليها روسيا بعد وصول أسلحة الناتو بأكملها إلى أوكرانيا، تقريبا كل المدرعات مثل تشالنجر 2 البريطانية التي جاءت عنها التقارير الأسبوع الماضي بأن هذه المدرعات والدبابات ستستخدم قذائفا حقيقة تحتوي على اليورانيوم المنظم، أشعلت على الكثير من التصريحات، وصلت إلى أوكرانيا، ها هي في أوكرانيا والأعلام الأوكرانية عليها، أيضا مدرعات من ألمانيا من بريطانيا كما تحدثنا هنا ليوبارد طبعا، وكذلك البرادلي الأمريكية، لازلنا بانتظار أبرامز الأمريكية ستصل أيضا إلى أرض المعركة، وبالتالي الأوكرانيين هنا يستعدون لهجوم كبير على الروس. الروس غير قادرين على القيام بأي تغييرات استراتيجية من الممكن أن تغير الكثير من الأمور، وخاصة أنهم الآن يقتربون من أسقاط مدينة باخموت المهمة للغاية. إذا ما اقتربنا إلى باخموت تطورات كبيرة قادمة من الداخل الأوكراني من تفاصيل حقيقة مهمة للغاية، الأمر مرتبط تماما في التقدم الذي قامت به قوات فاغنر تجاه هذا الشارع ألا وهو ماريوبوليسكي الذي ترونه بعد عملية السيطرة على هذه المنطقة والسيطرة على محطة الباصات، وأصبحوا قريبين للغاية من المبنى الحكومي لباخموت. هنالك تطور كبير هنا بهذا الاتجاه، فإذا ما اقتربنا قليلا من هذه المنطقة لكي نفهم ما الذي جرى الآن، الأنباء والحديث حتى بين الأوساط الأوكرانية وليست الأوساط الروسية في حقيقة الأمر بأن هذه القوات الروسية الآن، هذا هو المبنى، دعونا نحدد المبنى، هذا هو المبنى الحكومي لباخموت الذي يجري عليه الصراع وتحاول فاغنر السيطرة عليه، هذا هو طريق ماريوبوليسكي الذي تحدثنا عنه، وقوات فاغنر موجودة هنا موجودة في محطة الباصات. الكلام بأنهم قد اقتربوا من هذا الشارع الذي ترونه، دعونا نأخذ لونا آخرا وهو اللون الأخضر من هذا الشارع ألا وهو شارع ميرو وكذلك شارع فاسلي بريشنا الذي ترونه هنا. طبعا القوات فاغنر الآن الكلام بأنها اقتربت من شارع ميرو وكذلك أيضا من شارع بريشنا، وأصبحوا قريبين للغاية من مبنى باخموت الحكومي وعلى وشك إسقاطه، قد لا يتمكنون من التقدم مباشرة على هذا المبنى، وقد يكون بحاجة لعملية محاصرة لهذا المبنى بسبب التحشيدات الكبيرة، بسبب معرفة الأوكرانيين أن عملية سقوط هذا المبنى ستعني بالإعلام سقوط مدينة باخموت بالكامل، وترى فاغنر منتصرين، وبالتالي قد نكون أمام إحاطة سريعة لهذا المبنى، على شرط أن الأوكرانيين يجب أن يصمدوا طبعا في النقاط الخلفية تحديدا. بل ما هو أخطر من هذا الأمر وتطور هذا الأمر بشكل كبير إلى درجة أن قائد فاغنر يفغيني بريغوشين
فجأة جاءت الأنباء بهذا الشكل بين الأوساط الروسية بأنه قد دخل إلى منتصف مدينة باخموت، قد عبر نهر باخموتكا. هذا تطور كبير للغاية، وكانت هنالك لقطات. دعونا نتجه الآن لكي نلقي نظرة على يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر الآن، واللقطات التي جاءت له وهو يتحرك في باخموت كما تلاحظون هنا مع جنودي في فاغنر، يدفع بقوة من أجل عملية التقدم. وتلاحظ بأن الوضع خطير، كانت هنالك أصوات لإطلاقات كبيرة وهو يمشي وكأنه جندي في هذه المعركة من دون أي مشاكل. ودعونا نأخذ بعض اللقطات هنا لقائد قوات فاغنر يفغيني بريغوشين. تمكننا في السابق من تحديد عدد من النقاط له في كل مرة طبعا ظهر في باخموت، وهذه المرة طبعا عندما نلقي نظرا على عدد من العلامات المهمة لنفهم أين من الممكن أن يكون متواجدا، وهل هو فعلا في وسط باخموت، وأين اتجه عندما ظهر في هذا المقطع. في البداية هو ظهر في هذا المبنى الكبير، هو في مبنى كبير، هو في مباني كبيرة مبدئيا في البداية. بعد ذلك ظهر وهو يتحرك باتجاه هذا المبنى، وهذا المبنى لديه يعني شكل، رغم الدمار الموجود في هذا المبنى إلا أنه لديه شكل بالطول لهذه الطريقة. هنالك شارع بهذا الاتجاه، هنالك التفافة نوعا ما، وشارع آخر بهذه الطريقة، وتقريبا نحن أمام أنبوبين، واحد من الأنابيب متصلة. قد يكون هذا الأنبوب أيضا متصل بهذا المبنى بسبب الدمار وبسبب الضرب جاء ما جاء فيها. وهنا طبعا سياج، منطقة مفتوحة لهذا السياج، وهنا القائد طبعا وهو يتحرك، وكان قد تحرك باتجاه هذا الطريق. عندما ترى هذه الصورة طبعا واضح أنه يتجه بالطريق إلى الشمال هنا. وبعد ذلك ظهر وهو يركض في نقطة أخرى طبعا لمبنى كبير، وواضح بأننا أمام مسافة بين هذا المبنى وبين هذا البيت نوعا ما الصغير نوعا ما. ترى بأن الطريق أيضا يتوزع بهذا الشكل الذي يتحركون فيه، وبأن هنالك فرعا بهذا الاتجاه إلى اليمين ظهر من لقطة تصوير أخرى ستلاحظ من خلاله بأننا أمام مجموعة أشجار، فرع ومنزل طبعا، وهنا نوعا ما أشجار أخرى، لكن الأهم هي الأشجار هنا. إذن أين من الممكن أن يكون هذا الرجل في ظهور هذه التفاصيل؟ طبعا أهم الأمور التي يجب أن ننتبه إليها بأن أهم تفصيل أنه عبر نهر باخموتكا، هذا هو نهر باخموتكا. قوات فاغنر كانت قد سيطرت على جميع هذه المناطق بأكملها. إذا عبر نهر باخموتكا أين من الممكن أن يكون متواجدا؟ آخر منطقة، هذه المنطقة تحديدا هم في مرحلة اشتباكات بالنسبة لقوات فاغنر في موقف السيارات هنا. هم سيطروا على مصنع آزوم أيضا، ولكن لا زالت القوات الأوكرانية موجودة هنا وموجودة هنا، خطيرة للغاية، لا زالت موجودة في عمق المدينة. كذلك هم لا زالوا في عملية اشتباكات هنا، لا زالوا في اشتباكات أيضا مع قوات فاغنر بعد أن وصلت إلى ملعب أفانغارد. هنالك الكثير من الاشتباكات التي تجري في هذه المنطقة، ليس منطقيا لقائد فاغنر أن يكون موجودا، المنطقة أن يكون قريبا من المبنى الحكومي لباخموت لكي يظهر فيها، هذا هو المنطقة الحقيقي، وأن من منطقة توجه إليها طبعا وقد تكون أيضا خطيرة، ولكنها الأقل خطورة هو التقدم الذي تحقق في هذه المنطقة التي طبعا فاغنر تتواجد عبر نهر باخموت بشكل مكثف، وبالتالي هذه أمينة للغاية. بمعنى آخر إذا تعرض للخطر ممكن أن ينسحب بهذا الاتجاه، ممكن أن ينسحب بهذا الاتجاه، والدفاعات قوية خلف هذا النهر. والمنطق يقول يجب أن يكون من أجل حياتي يفغيني بريغوشين، يجب أن يكون في نقطة معينة هنا بالاتجاه بالقمر الصناعي الآن لنبحث عن مباني كبيرة. بالبداية ظهرت المباني الكبيرة، ظهرت طبعا زاوية المبنى الذي رأيناها، المباني الكبيرة هنا تبدو هنا، هذه المدرسة الخامسة طبعا الموجودة في باخموت، وسنلاحظ أن هنالك مبنى نوعا ما يأتي بزاويتين. دعونا نأخذ هذه الزاوية أولا لنتفحصها لكي نحاول أن نعرف هل فعلا هذه الزاوية هي صحيحة. بالتوقف سنجد بأننا أمام يعني تقريبا تشبه نفس الزاوية التي رأيناها تقريبا، وكذلك أمام طريق التفافة نوعا ما، وطريق هذه الشجرة تعدم تماما الرؤية علينا، ولكننا نلاحظ بأننا أمام سياج هنا ومساحة مفتوحة. هذا يبشر بخير بأننا ممكن أن نصل إلى هذه النقطة، ولكن أين هي الأنابيب التي تحدثنا عنها؟ بالعودة بالتاريخ قليلا إلى عام 2020 لكي نأخذ صورة أوضح عن هذه المنطقة. سنلاحظ بأن هذه الأنابيب أو الأعمدة، ولكنها تبدو كأنابيب، هي تظهر بهذا الشكل، الظل الخاص بها، وطبعا تظهر الالتفافة هنا، وبالتالي يبدو بأننا أمام نفس الزاوية، مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا أمام دبار كبير، ولكن هذا يوضح
عند الانسحاب قليلا من هذه المنطقة بأن يفغيني بريغوشين كان على ما يبدو موجودا هنا في المدرسة الخامسة التي ترونها وتحرك إلى هذه النقطة، وهذا يعني أن هذا الشارع بأكمله هو كان شارع عملية الانتقال والتنقل بالنسبة له، هو بما معنى بأنه جاء إلى هذا المبنى وتحرك بهذا الشكل أو بهذا الشكل. بالبحث طبعا عن النقطة الأخرى التي كان يتحرك فيها يجب أن نبحث عن مبنى وفرع وبيت صغير، المبنى الوحيد الكبير نوعا ما بهذا الشكل مع الفرع مع البيت الصغير يأتي هنا، يبدو بأنه قد تحرك من هنا بالاقتراب طبعا من هذه المنطقة أيضا، لكي ننظر هل هو فعلا هل تتطابق مع العلامات لكي نتأكد أن يفغيني بريغوشين كان موجودا. ستجد بالتفافة بسيطة إلى اليمين بعد التقرب من هذه المنطقة أنت فعلا أمام نفس العلامات، هذا مبنى فرع وطبعا هذا هو المبنى أو البيت الصغير الذي تحدثنا عنه، هذا الطريق المتفرع طبعا، وهذا هو الفرع الذي تظهر فيه طبعا الأشجار، وهذا مبنى آخر وهذه الجهة الأخرى، وبالتالي التصوير كان ببساطة إلى اليمين قليلا عندما تلقي نظرة على هذه النقطة، كان التصوير الأول بهذا الشكل عندما يفغيني بريغوشين كان يتحرك بهذا الشكل، والتصوير الآخر عندما نظر إلى الفرع وإلى هذا الشارع، وهذا يعني ببساطة بأن يفغيني بريغوشين فعلا كان قد عبر نهر باخموتكا، ولكن ليست كما وصفته الأوساط الروسية، هو وصل إلى هذه المنطقة وكان قريبا للغاية من هذا المبنى، المبنى الحكومي لباخموت، ولكنه على ما يبدو انسحب مباشرة إلى هذا المبنى بعد أن عرف أن هنالك مقاومة قوية أو أن هنالك خطورة، وانسحب من هذه المنطقة وانسحب جنوبا، وبالتالي هو انسحب من المنطقة ولم يبقى فيها، ولكنه قريب هو ليس بالبعيد أبدا. وبالتالي لاحظ هذه التفاصيل كيف هي مهمة من هذه التطورات من هذه المعركة من هذه اللحظات الكبيرة والمهمة للغاية التي لا تشهدها فقط أوكرانيا وإنما يشهدها العالم بأكمله.